13 وهذا اللي ضربني في القاعة اللي تاهت حرمة المحكمة لم يعتقل، ما تعتقلش. من ثم تبين بأن هناك أيادي خفية وراء هذا اللوب بن المحاكم. وهذا الأستاذ فاش خرجنا في المحكمة بعد التقديم عاد تفاجئ ضربني بالكمة، ضربني عرضني للضرب والجرح. مشيت درت الشكاية ديالي 26 يوم وكاين شهود إثبات. الغريب في الأمر بأن كانت عندنا جلسة مراة ضد المحاكمة العادلة ضد اللوب مافيا العقار بالمحكمة الجزرية بالمحكمة سيناف كومانوف في القاعة 6 حتى تتفاجئ بهذا الأستاذ اللي عرضني للضرب والجرح. جاب معاه أربعة قنوات هما من حقهم، دخل جاب مع الصحافة ولم عليا جميع المحامون الذين يلزمون إلى 20 فبراير. لم عليا المحامون، ضمنوا مع محامون الذين كانوا يدافعون سابقا في قضية الضرب والجرح مع مؤاد غوال مؤاد حاقد اللي بعد 20 فبراير 2011 اللي فزت عند عليا. نفس المحامون جابوه وبغى يديروا واحد الوقفة، بغى يديروا وقفة داخل المحكمة بإقحام صحافة الإلكترونية اللي في الكرة باش تجي إلى الخدمة ديالها. الناس بغا يأثر على الملف، هو بغا يأثر على الملف سياسية بأننا تبين ليا بأن الملف ديالي بصفة رئيس حركة الشباب مالك اللي بغا يبقى خارج الداخل. أنا اكتشفت بأن الملفات ديالي هناك ناس اللي تيحاربوني لتصفية حسابات كوني حاربت 20 فبراير سابقا وكنت صد المانعة لها. هذا الوقت حاليا دابا حاليا اصبحوا يتصفوا الحسابات معايا عن طريق المحاكم، ولكن هذا شعار الى جميع المغاربه الاحرار الشرفاء. نحن صامدون وراء الحق ديالنا ولا نخاف احد وليس وراءنا احد، والولاء ديالنا لصاحب الجلاله من الحب ديالنا، وحنا تنطالبوا الموازي العدل والحريات باش يفتح تحقيق في النازله ويتم متابعه ويتم فتح تحقيق ومتابعه ومواصله كل من تبت في حقه مساهما او مشاركا او مساهما مع اللوب مافيا العقار في انتهاك حقوق الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وشكرا. سيد الرئيس، سمعنا انكم تتمتلكوا وثائق كتقحم بعض السياسيين المغاربه اللي هما في احزاب معينه، في حزب